السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس زيزي من قناة Easy English Learning. هناخد منهج Primary 6 الصف السادس الابتدائي. Places we go Unit 1. Unit 1 يعني Places we go بتتكلم عن أماكن نذهب إليها. أول حاجة هنقول Vocabulary بتاعت الـ Unit. Places أماكن. Places أماكن. What ما أو ماذا. Bound ولها abbreviation أو اختصار اللي إيه. Children أطفال. Nice لطيف. The Egyptian Museum. The Egyptian Museum المتحف المصري. The Egyptian Museum. Hours يعني ساعات. Hours ساعات يعني عدد الساعات. ساعة ساعتين. هنا الـ H silent. Open مفتوح. Egyptians مصريون. Free مجاني. How كيف. Daily يوميا. Foreigners أجانب. والجي هنا silent. Foreigners. Mummy rooms حجرة المومياوات. AM صباحا. Except ما عدا. PM مساء. Adults يعني بالغون. Receptionist يعني موظف الاستقبال اللي بيقف في الفندق أو بيقف في أي مكان. Receptionist اللي هو بيستقبل الزوار دايما. Theater اللي هو المسرح. Theater مسرح. عندي هنا some verbs بعض الأفعال هناخد منها ال present وال past اللي هو المضارع والماضي. Helped الماضي منها ايه؟ helped. Include included. Open opened. Thanked. ودو طبعا regular verbs يعني افعال منتظمة يعني بضيف لها ed. لكن ال irregular verbs الافعال الغير منتظمة بتبقى خارجة عن القاعدة ما بزودلهاش ed ولكن التغيير بيتم في الكلمة نفسها. Go الماضي منها went. Cost. Be لي am و is و are هي الماضي منهم was and were. يعني am و is مفرد الماضي منها was وال are جمع الماضي منها were. طبعا الفعل في المصدر بتاع ال verbs اللي قدامنا دي كلها اللي هي ال am وال is وال are وال was وال were هو be اسمه verb to be. Can could مش could اللي هنا silent. Can could. Get in got in معناها يدخل. Has الماضي منهم had. Good morning صباح الخير. Open daily. You're welcome يعني على الرحب والسعة. Open daily يعني مفتوح يوميا. On Fridays أيام الأسبوع بتاخد preposition on حرف الجر on. Children under five يعني الأطفال تحت سن الخامسة. Have a nice day يعني حاولوا تسمعوا الكلمات دي كم مرة. طبعا مش هكررها اكتر من كده عشان الفيديو ما يبقاش طول عليكم. بس نحاول نسمعها كذا مرة ونردد ورايا الكلمات دي ولازم تتحفظ كويس جدا. والكلمات اللي تحت دي بتبقى expressions بتاعت الديالوج اللي احنا ندخل فيها دلوقتي حالا. عندنا هنا ديالوج محادثة between كريم and the receptionist اللي هو موظف الاستقبال. طبعا دي مكالمة تليفونية. كريم talks on the phone بيتكلم في التليفون with a receptionist مع موظف الاستقبال at the Egyptian Museum بتاع المتحف المصري. The museum is open daily المتحف مفتوح يوميا كل يوم فاتح يعني. He asks about the cost to get in بيسأل على سعر الدخول للمتحف. She is nice with him كانت لطيفة معاه and he thanks her وام هو ايه شكرها. عندي هنا ريسبشنست اول ما بتفتح السماعه بتقول ايه. Good morning the Egyptian Museum how can I help you. Good morning the Egyptian Museum how can I help you كيف استطيع ان اساعدك. ام قال لها كريم هاي what are your hours ما هي ساعات العمل لديكم. قالت له we are open from 9 a.m. to 7 p.m. We are open from 9 a.m. to 7 p.m. يعني احنا فاتحين من الساعة 9 للساعة 7.
Are you open on Fridays? Are you open on Fridays? هل انتوا فاتحين في ايام الجمعه؟ قال لها yes we are open daily. We are open daily يعني احنا فاتحين يوميا every day. كلمه daily معناها every day يعني يوميا، وكلمه open هنا جايه بمعنى مفتوح. We are open صفه، صفه ما بيجيش فيها ing، يبقى هتبقى open بدون اي اضافات لان هي هنا مش يفتح، هنا مفتوح. هنا كريم سألها عن السعر دخول المتحف. How much does it cost to get in? How much يعني كم السعر؟ Does it cost to get in؟ قالت له it's 2 pounds for Egyptians يعني 2 جنيه للمصريين، and 20 pounds for foreigners، and 20 pounds يعني 20 جنيه for foreigners. Children under 5 are free. Children under 5 are free يعني ايه؟ يعني الاطفال تحت سن الخامسة بيدخلوا مجانا، يعني without money. Without money. ام قال لها does that include the mummy rooms؟ هل ده يشمل حجرة المومياوات؟ يعني عشان ادخل حجرة الموميا لا يبقى بنفس الفلوس دي؟ قالت له no it doesn't. طالما انا سأله بdoes بجاوب yes or no. No it doesn't. No it doesn't. قال لها thanks for your help. شكرا على مساعدتك. قالت له you're welcome. Have a nice day. You're welcome. Have a nice day. طبعا لو تيجوا تلاحظوا هنا ان how much معناها كم السعر، وجاي ايه كلمة cost في المصدر بدون اضافات عشان في does. وعندي كمان الفورينرز يعني الأجانب بيدخلوا ب 20 باونز، وعندي كلمة free without money بدون فلوس، وعندي كلمة thanks for your help شكرا لمساعدتك، هنا help جاية في المصدر، وعندي have a nice day يعني احصل على يوم لطيف، جاية برضو have في المصدر بدون أي إضافات. الديالوج دي مهمة في ان احنا بقى ايه نقولها كتير ونكتبها ونصاحب عليها، يعني كأنها تبقى ايه صديقتي كده، اعرف ايه ان انا ايه اقرأها كتير واسمعها كتير علشان اعرف إيه الجمل اللي فيها ماشية ازاي، وعلشان دي مهمة جدا وبيجي من اسئلة كتيرة جدا. هنا طلعت لكم اللانجوج نودز او الملاحظات اللغوية اللي موجودة في الديالوج. اول حاجة كلمة help جاية هنا انفينتيف بدون اي اضافات عشان ده كويستشن سؤال بعد كان، واوبن جايه هنا بدون اي ان جي مع ان الام والاز والار ما بتيجي بيجي ورا الفيرب في اخره اي ان جي. بس ده لو كان فيرب، ده هنا مش فعل، هنا صفه. اوبن مفتوح، اوبن مفتوح. عندي بروبوزيشن فروم تو، من الى، من 9 لـ 7، من يعني فروم وتو يعني الى، من 9 لـ 7، من 9 صباحا لـ 7 مساء. daily 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 يعني every day. يعني انا ممكن ما الاقيش كلمه daily في مثلا القطعه اللي جايه لي او في الجمله اللي جايه لي، بس ممكن الاقي every day وهي هيها هتديني نفس الميننج او the same meaning of the of the word. يبقى every day يعني كل يوم. how much كم السعر، بجاوب عليها بالسعر اللي انا عاوزاه او اللي انا شايفاه. how much بجاوب عليها بالايه، بالسعر، يعني 2 pounds 3 pounds 6 pounds 20 pounds. free قلنا without money، كلمة free هنا معناها ايه؟ without money يعني بدون فلوس. الاطفال children under 5 without money. thanks for، thanks for تاخد preposition for ويجي وراها كلمة help. help هنا اسم يعني شكرا على المساعدة. help يعني ايه؟ المساعدة. هنا في some exercises، بعض تدريبات على الديالوج دي، نتعلم بقى نحل اسئلة انواع جديدة السنة دي. هنا choose، choose يعني اختار. have a space day يعني ايه؟ احصل على ايه day، bad ولا hard ولا nice ولا big. طبعا الديالوج عندها have a nice day ودي بنقولها على طول، يعني ايه؟ يعني كابن من انواع المجاملة، يعني have a nice day احصل على يوم لطيف. انا مش هحاول احلها لكم، انا هسيبها كده علشان لو عايزين تطبعوها او عايزين تنقلوها وتحلوها انتم، بس هناقشها معاكم الاول. it's 20 pounds space foreigners. يا ترى هتاخد بروبوزيشن ايه؟ هتبقى for foreigners. for foreigners. وعايزه اقول لكم اللي حفظ جمل المحادثه دي وقراها كتير وفهمها هيعرف يحل اسئلتها بمنتهى البساطه. how space does it cost؟ cost يعني تتكلف. اول ما اجيب سيره التكلفه على طول اعرف ان هي how much. how much يعني كم السعر. are you open space fridays؟
Fridays يوم الجمعة، وأيام الأسبوع قلنا بناخد preposition إيه؟ on. On Fridays. What are your space from 7 a.m. to 9 p.m. يبقى الإجابة بساعة، يبقى what are your hours. What are your hours؟ ما ساعات العمل لديكم؟ We're open space except on Friday holidays، يعني احنا فاتحين حاجة ما عدا أيام الأجازات. فاتحين إيه يا ترى؟ يبقى daily. Daily يعني يوميا، فاتحين يوميا. عندي هنا circle the odd word and replace it with a correct one، يعني أنا الوقت هطلع الكلمة المختلفة وهعمل replace. Replace يعني استبدال with a correct one بكلمة صحيحة. عندي Sunday يوم الأحد، holiday أجازة، Friday جمعة، Thursday الخميس. عندي 3 days of the week، 3 أيام أسبوع. يبقى أنا عندي holiday هي المختلفة، أقوم إيه عمل على circle كده يلأ حددها أن هي دي المختلفة، وأجيب بدلها correct answer أحطها هنا في السبيس اللي عندي. مثلا أحط مثلا يوم مختلف اللي هو يوم Tuesday، يوم Wednesday الأربع. Include school, museum, library. طبعا كل دول school وميوزيوم ولايبراري دي places أماكن، لكن include هي اللي إيه verb. أجي أشيل include وحط مكانها هنا في space مكان رابع، مثلا نقول park يعني حديقة، bank يعني bank. cost يتكلف، ميوزيوم متحف، help يساعد، open يفتح. عندي 3 verbs 3 أفعال، cost وhelp وopen 3 أفعال، لكن ميوزيوم هي المكان الوحيد اللي موجود عندي. أشيل ميوزيوم أعمل عليها سيركل وأقوم حط هنا إيه verb مثلا take يأخذ، أو حاجة سهلة لحد ما نحفظ أفعال جديدة play يلعب، run يجري. good جيد، thank يشكر، nice لطيف، free مجانا. مجانا دي صفة، nice لطيف دي صفة، good جيد دي برضو صفة adjective، لكن thank دي يشكر verb. أشيل thank وأحط كمان صفة، صفة زي إيه مثلا مثلا happy تنفع، bad سيء. foreigners أجانب، Egyptian مصريين، adults يعني بالغون، mommy يعني موميا. طبعا كل دول لهم علاقة بالبني أدمين، لكن mommy طبعا مش بني أدمين، يبقى أحط حاجة مثلا children أطفال. children يعني إيه؟ أطفال سهلة جدا، أو kids kids أو boys girls، حاجة لها علاقة بالإيه بالبني أدمين. طبعا الحاجات دي عمرها السؤال ده بالذات عمره ما بينفع يتحل من غير ما احفظ كلماتي. انا لو حفظت كلماتي كويس قوي وحفظت الديالوج كويس قوي، عرفت ان انا اتكلم بيها اسال واجاوب او اجاوب اللي يسالني، يبقى انا خلاص كده تمام في الليسون 1 ده. هنا read the passage and answer the question. هنقولها شويه كده، دي هندي عليها سؤال لوحده. يبقى كده احنا خلصنا يونت ايه، يونت 1 بارت 1. انا هقسم لكم اليونت على كذا بارت عشان يبقى سهله بالنسبه لكم. عايزاكم تحلوا الاسئله دي عليها تاني. نشوف سؤال مختلف. هنا بيقول لي listen and circle، يعني ايه اسمع وحط دايره او سيركل على الاجابه الصحيحه. ده اسمه سؤال listening، يعني المفروض ان التيتشر هو اللي هيقول الجمله وانت هتسمع منه السؤال والاجابه وتعمل دايره على الاجابه المظبوطه. انا مثلا هقول لك ايه، what are your hours؟ we are open from 9 to 6. انت على طول او انت على طول هتروح على letter b، لان انا قرات الجمله او sentence number او letter B. we are open from 9 a.m. to 6، اعمل عليها دايرة. هنا برضو هسأل سؤال تاني، are you open on Fridays؟ yes we are open daily. يبقى انا قرأت الجملة الاولانية دي اللي اعمل عليها دايرة. number 3 دي معكوسة، يعني عايز مننا المرة دي السؤال مش عايز الاجابة، فانا هقول question السؤال وانتو هتعملوا دايرة على السؤال اللي انا قلته. how much does it cost to get in؟ على طول تروح على letter A ده اللي انا قرأته على طول، ان هو ايه how much does it cost to get in، تعمل عليها circle. does that include the mommy room؟ طبعا انا روحت كده على letter B ده اللي انا قرأته listening بتاع اللي انا قرأته، يبقى تعملوا عليه ايه دايرة. هنا برضو listen and complete، اسمع واكمل. فاطمة talked to نهى، فاطمة بتتكلم مع نهى بتقول لها where are you going؟ انت رايحة فين؟ قالت لها I am going to the Egyptian space. يبقى the Egyptian museum. يبقى انا المفروض ان انا هنطق كلمة museum وانتوا هتعرفوا ان دي اللي ناقصة وهتكتبوها طبعا museum. how much does it cost؟ cost الناقصة هنا كلمة ايه؟
cost to get in. يبقى التيتشر هو اللي بيقول كلمة cost وانت بتعرف او انت بتعرفي انهي ايه اللي ناقص في الفراغ وبتكتبوها انتم. ده طبعا ما بيحصلش في الكتابة ولا تعرفوا تكتبوها الا لما تذكروا الدرس كويس جدا. It's 2 pounds for Egyptians. It's 2 pounds for Egyptians. يبقى هتكتبوا هنا كلمة Egyptians. Does that include the mummy rooms؟ انا كده قلت كلمة include هي اللي فاضلة. Does that include the mummy rooms؟ طبعا no it doesn't. No it doesn't. يبقى انا كده اخلي ودني مع المس وهي بتتكلم او مع التيتشر بتاعي واشوف انهي سبيس هو اللي فاضل او الكلمة اللي ناقصة ايه واقوم حطاها على طول واكون حافظة كلماتي كويس. هنا choose the correct answer. هنكمل الجزء الخاص بال choose اختياري. How can I space you؟ يبقى how can I read you؟ اقرأك ينفع؟ How can I do you؟ افعلك ينفع؟ لا طبعا. How can I write you؟ اكتبك؟ لا. How can I help you؟ اساعدك. How can I help you؟ We are open هتبقى ايه؟ From 10 a.m. to 7 p.m. From 2 ده عطيالكو في اللانجوج نوتس. ياريت تذكروا الجزء ده كويس جدا وان شاء الله هكمل لكم البارتس الباقية بتاعت يونت 1. هي يونت طويلة شوية وممكن تكون كلماتها تقيلة شوية لكن هتتعودوا ان شاء الله على نظام سنة 6 لانه تقيل شوية بس ان شاء الله حلو وممتع. كان معكم ميز زيزي من قناة ايزي انجليش ليرنينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.